السلام عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ بون جبنا لكم تصريحات جمال بلماضي اليوم دارها في التلفزيون العمومي. على كل حال اتكلم على التحضيرات اللي حضروها وقال لك رانا واجدين لاكوب دافريك واللاعبين ثاني راهم واجدين كما نقولوا باش يفرحوا الشعب الجزائري. دوك نخليكم تسمعوا التصريحات تاعو. وعندنا ثاني هذاك كناوي، هذاك المدرب كناوي الكناري. على كل حال دوك نخليكم تسمعوا لي راهي في قلبي والله ما درتش عليه. عنده البارح له البارح دار تصريحات بصح ما بقات في قلبي، حبيت نرد عليه في هذا الفيديو. وزيد يعني تصريحات بلماضي ثاني ترد عليه تقريبا. دوك نخليكم تسمعوا جمال بلماضي ومن بعد ندخلوا في اسمه في كناوي هذاك ملتريك والصفر نتكلموا عليه. نخليكم تسمعوا ونتكلموا نرد عليه. يعني المهم نسمعوا قبل بلماضي. عندنا ما تنساوش اليوم عندنا مباراه ضد بوراندي على الساعه 4. هما راهم يقولوا واسمو على 3 بصح كيما راكم تشوفوا لهنايا راهي على الساعه 4 بتوقيت الجزائر الساعه 4، بالك كي راهم يقولوا 3 بتوقيت كيما نقولوا اللي راهم فيه. يعني هنايا في توقيت واسمو مكتوبه على 4. على كل حال نبداو وما راحش تكون مو تلفازه وما راحش تكون بدون جمهور بدون تلفازه، يعني ما راح تشوف والو من المباراه. ممكن جدا تعرف اهداف شحال جب شحال ماركينا ونقدروا بالك نجيبوا شكون اللي ماركا الاهداف. بصح التشكيله مهمه، كي نشوفوا التشكيله باريكسوب كي يعطونا التشكيله اللي يلعب بها مهمه، يعني باش نعرفوا اللاعبين هادوما اللي اعتمد عليهم. كي تشوف التشكيله تعرف طريقه اللعب. نبداو اولا بتصريحات جمال بلماضي. دقيقه برك هذا اسبري راه مليح، اللاعبين راهم مركزين على الشغل اللي عملناه هنا وراهم يوجدوا في روحهم على هذاك على المنافسة اللي راهي جاية. على بالنا تكون منافسة قوية، ولكن راهم نجم نقول راهم جاهزين. أنا جاهزين صبنا صوالح الحفايس اللي كنا اللي بغيناهم كيما لو كليما. على بالنا بلي حاجه مهمه جدا تكون موالف بها. ما تنساوش بلي نجم نقول 90% من القائمه جايين من اوروبا، واليوم في اوروبا راهي 0 دوغري ولا 5 دوغري، دونك كاين واحد 25 دوغري ديفيرونس. على بالنا بلي المستوى يكون عالي في هذا المنافسه. بصح نوسي اون 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 انا طموح انا دي زامبيسيون و لي جوغ راهم حابين يديروا حاجه كبيره ونفرحوا شعبنا. سورتو لا ميسيون تاعنا هذه هي نفرحوا شعبنا. اي دونك ان شاء الله نوا فير لو ماكسيموم اللي فينا ما نفرحوا شعبنا. هاو قال لك نبداوها من الاخراني، قال لك يعني راح نديروا الماكسيموم، هذا هو الهدف تاعنا باش نفرحوا الشعب الجزائري وراح نديروا الماكسيموم اللي عندنا باش كيما نقولوا نفرحوا الشعب الجزائري. قال لك تسمى المكان اللي اخترناه والتدريبات اللي رانا نديروها والمده اللي بقيناها ساعدتنا، دوك ما عنديش مشكل كيما نقولوا تاع الكليمه. قال لك يعني فرق كيما نقولوا اللاعبين 90% من القائمه جايين من اوروبا، جايين من اوروبا راهي حاليا 0 درجه 5 درجه راهم يلعبوا في هذاك الجو في اوروبا، راهم متعودين على هذاك الجو. قال لك وهنايا اللي راح نلعبوا باريزون في الكوت ديفوار الحراره او وين التدريبات دوكا الحراره 35 يعني تقريبا 30%. قال لك يعني فرق بين 35 يعني 25 درجه يعني فرق كبير اللي يقدر ياثر. قال لك دوكا ما عندناش مشكل مع هذايا. قال لك والمنافسه فريمون صح راح تكون قويه خاوتي، يعني كاين بزاف منتخبات راهم رايحين باش يلعبوا عليها. بوركينا فاسو صرحتها مباشره، قال لك يعني احنا دائما جيني ونقلقوا المنتخبات وعندنا مستوى وكذا، دوكا رانا رايحين باش ندوها. وصل الوقت باش نروحوا باش ندوها. نيجيريا راهي رايحه باش تديها، الكوت ديفوار رايحه باش تديها، السنغال رايحه باش كيما نقولوا دافع اللقب تاعها، المغرب رايحه باش تديها، مصر راهي معوله باش تديها، تونس راهي حابه كيما نقولوا بون نقول لك تديها، بصح ما نقولكش تديها ولكن راهي معوله تروح لابعد حد. يعني ما يعني اللي يطيح معاها باريزون في النصف النهائي ولا الربع النهائي ولا الثمن النهائي راح تلعب باش تروح للبعيد. يعني اغلب المنتخبات كيما نقولوا راح الكاميرون، ممكن الكاميرون تقريبا يعني كاين بلدان عديده راهي رايحه باش تلعب عليها.
بون ربي يوفقهم. قال لك اللاعبين راهم واجدين، يعني واجدين، قال لك مالغري صعيبه راهم واجدين، راهم حضروا روحهم لهذا الشيء، وراهم داخلين كما نقولوا باش يروحوا لابعد حد. نجوا لمستر كاماري نخليكم تسمعوه واش يقول، لان راهي في قلبي خاوتي باش نرد عليه. اسمعوا واش يقول. النخب الوطني خاصة ونعيبه هنا في التحذير، في التحذير في التحذير، ولكن احنا تعودنا في المشكل هذا كل مرة نتكلم عليه، انه النخب الوطني عوضنا على كل مرة يغيرنا اللاعبين، ما وقفش على تشكيلة واحدة، ما كانش مباراة شبه مباراة في ما يخص اختيار اللاعبين اللي يدخلوا لأونزلانترون. هذا امر ايجابي ولا سلبي؟ انا وجهة النظر نتاعي هذا سلبي، سلبي لابعد حد. لماذا؟ تعرف باللي لونترينمون تاع المنتخب ماهوش لونترينمون تاع الفريق، تاع اي فريق، يديفير كومبليتمون. اولا فيما يخص المنتخب عندك دو زاسبي تخدم بهم، وتخدم بهم يعني كما ينبغي، لاسبي تاكتيك، لان اللاعبين هذوما اللي يجوك انت مره في الشهرين تجمعهم لمده 3 ايام او 4 ايام، ما راحش دير لهم بريباراسيون فيزيك، راح تيفا مانتينير بالك البروبليم فيزيك نتاعهم، ولكن تخدم بوكو بلوس الكوتي مونتال، وتخدم لو كوتي المونتال او سيكولوجيك، وتخدم لو كوتي تاكتيك، لان اللاعبين هذو ما يتلقوا الا مره في الزمان. نظن تغيير كل مره نجيب لاعبين نجربوهم، كل مره نجيب لاعبين نجربوهم، يعني نظن انها نقطه سلبيه فيما يخص التحضير، راح تاثر سلبا فيما يخص التحضير تاع المنتخب الجزائري. والدليل احنا كل مره نتكلموا بالدليل، من 2019 ما زلناش عرفنا المنتخب الجزائري في المستوى اللي كان فيه قبل في 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 مصر، ما زلناش شفنا منتخب جزائري في توب، يعني خاصه في افريقيا، ونخص بعض اللاعبين واولهم محرز. طبعا هذا المهم. قال لك نهضر بالدليل، انا هذه والله راهي في قلبي باش نرد عليه. قال لك نهضر بالدليل، قال لك من 2019، من 2019 يعني من 2019 كي خلاص 2019، يقصد من اللي دينا لا كوب دافريك، ما زدناش شفنا منتخب تاعنا قوي ولا كيما كي كان في 2019. هو راهو يخلط، لان الدليل تاعك ما عنده حتى معنى. وزيد المشكل انه بالماضي رد على هذه النقطه عده مرات، قال لك اول مباراه خسرناها في 2022، يعني انت احسبها من 19، من 2019 ل 2022، ثلاث سنوات، راهو يقول لك ثلاث سنوات، يعني افهم مليح، ما خسرناش. بعد لاكوب دافريك كان المنتخب يطير، ما كانش عندنا مشاكل. بعد لاكوب دافريك كانت عندنا مشاكل، لعبنا ضد لا كولومبيا ربحناهم 3-0، لعبنا ضد واسمو المكسيك كنا رابحينهم 2-0، ومن بعد يا اخي باش عاودوا داروا علينا خرج لنا عبد لانكديورا بحمراء، درنا تعادل مع المكسيك، المكسيك اللي طياره، صح طياره. لعبنا مع عده منتخبات كنا نربحوا، تا مريض من 2019، بل المنتخب كان داير حاله. بعد لاكوب دافريك المنتخب ما يخسرش، المنتخبات العالم كاع كانت كيما نقولوا، او الافريقيه او حتى كولومبيا وكذا، كانوا حابين يطيحوا بالمنتخب، ما قدرش يطيح. كيفاش انت 2019 ما زدناش شفنا المنتخب؟ كنا عايشين انت، كنا زهواني زاهيين بالمنتخب حتى لاكوب دافريك. قبل لاكوب دافريك مع واسمه مع موريت مع المالي صارت لنا صعوبات وما خسرناش، ومن بعد لاكوب دافريك اول مباراه، اول هزيمه، والمورال اللي طاح في لاكوب دافريك، هكذا في لاكوب دافريك تاع الكاميرون، اول مورال نهار ما طاح للجمهور الجزائري على المنتخب الوطني 2022. ما تخلطنا، نزيد نجيك الامور عده. انت كي راك تقول باللي جمال اللاعبين هذوما جايين من اوروبا، يعني ما يحتاجوش باش تخدمهم فيزيك، يحتاجوا باش تخدمهم مونتال اكثر شيء، واكثر شيء ثاني تاكتيك. وعلاه انت راك تشوف بالماضي راه يخدمهم في الفيزيك؟ اسك ما يجريهم؟ ما يجروش، يعني حب يقصد باللي يجيبهم للتدريبات تلعب غير تاكتيك ودخل، ما لازم يجري باش يسخن واسمه. انت راه قلت اوكي فيها شوي، وشكون قال لك ما راهوش يدير جمال بالماضي هذه؟ يعني انت بالهضره تاعك راك قلنا باللي جمال بالماضي ما راهوش يدير في هذا العام هذايا. ثانيا انت راك تقول هنا نرد عليك في النقطة الثانية أو الثالثة، أنت راك تقول باللي باريزومبل اللاعبين كل خطرة يجيب لاعبين جدد ويسيهم، اللاعبين الجدد اللي راهم يجيبهم ما راهوش يجيبو ويسيهم ويرميهم، ولا تقصد باللي كل خطرة راهو يجيب لاعبين، كل خطرة راهو يجيب لاعبين،
ما راهوش يجيب لاعبين، اللاعبين اللي جابهم جابهم في المستوى العالي، شايبي، ايت نوري، عوار، واسمه بدر الدين بوعنان، يعني جاب لاعبين ذو مستوى، يعني هاد اللاعبين ما يجيبهمش، يعني يجيبهم، وكي يجيبهم لازم يجربهم، انت راك تقول ما يجربهمش، يعني حب يجي حب يقول يجيبهم يرميهم في الدكه ومن بعد توصل لكوب افريقيا يدخلهم ديريكت يلعبوا هكذا ولا لا؟ لا، النقطة الثالثة أو الرابعة في نفس الموضوع هذا، أنت كيفاش يجيب لاعبين جدد وما يجربهمش؟ زمان زمان أنتم في بلاطو كنتوا تقولوا باللي جمال بلماضي ما جابش كاع لاعبين جدد واللي يجيبهم ما يلعبهمش، يعني كان حكم في التشكيلة، وصح صح صح كان حكم في التشكيلة أساسية، بالليلي منا، رياض محرز منا، اسلام سليماني وبونجاح راس حربه، عندك وسمو وسط الميدان فغولي او باريزون بغديورا او كذا، باينه يعني باينه ليكيب باينه ما تبدلش، سواء مباراه وديه سواء مباراه رسميه، كنتوا دايرين حاله لازم يجيب لاعبين جدد، لازم يجرب هادو مباريات وديه، يعطي شويه فرصه للاعبين وكذا منا، دوك راهو يدير فيها، دوك كيفاش دوك تسمى كيما يدير يحير معاكم انتوما، وهذه تاع اللاعبين راك تقول تسمى حبه كل دقيقه بتشكيله، التشكيله المنتخب الوطني الجزائري ما كاش اللي ما يعرفهاش. حاليا الاقوى 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 رامي بن سبعيني قلب دفاع، عصام مندي قلب دفاع، حارس المرمى ماندريا، يوسف عطال على الجهه اليمنى، ايت نوري على الجهه اليسرى، وسط الميدان سونتينال بن طالب لا نقاش فيها، عندك بن ناصر كان مصاب، لو كان ما كانش مصاب هو اساسي تما، عندك سوا زروقي سوا عندك شايبي راهو يعتمد عليه بزاف شايبي، عندك من رياض محرز، عندك اسلام سليماني، وعندك عموره، بين التشكيله ولعب بها بزاف هاد التشكيله، ولكن لازم يندمج اللاعبين. بيب غوارديولا مداري ولا بعده بيب غوارديولا مداري يجيب لاعبين يقول لهم مازال ما دخلش، مازال ما دخلش في السيستم تاعنا على اللاعبين. مورينيو على عوار قال لك مازال مازال ما بداش يلعب باللعب تاعنا، مازال ما دخلش في السيستم تاعنا، لاعب كيجيبو جديد يعني لازم له لازم له ياخذ مباريات باش يلقى باريزون، اذا كان يلعب باريزون نقولوا اي تنوري اي تنوري كيجيبو ويلعبوا باش يلقى كيما نقولوا الميكانيزميه مع باريزون رامي بن سبعيني، ويلقى باريزون مع مورا باش تمشي هذيك الجهات واللي فيها انسجام، سي نورمال يدخلوا وسي نورمال يجربوا، وباريزون كيجي باريزون شايبي شايبي باش يتوالف مع وسط الميدان، كيجي باريزون عموره عموره باش يتوالف، هذه هي لازم اللاعبين سي نورمال ماشي تجرب، راك 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 هنا ما راكش تجرب ابن عمي، لاعب عنده مستوى، انت ديجا قلتها جايين من اوروبا ومكونين هنا ما راكش تجرب، هنا راك تبني في الانسجام، هذا ما كان تبني في الانسجام وتجرب الخطط تاعك، كي تلعب باربعه اربعه اثنين اللاعب اللاعبين يختلفوا، وكي تلعب بخطة 4 3 3 اللاعبين يختلفوا، وكي تلعب بخطة 3 4 3 اللاعبين يختلفوا، فلهذا جمال بلماضي كنا نشوفوا عدة خطط، وكنا نشوف شفنا عدة خطط، المباراة الأخرانية برك لعب 4 4 2 راك فاهم، وهنايا لازم يبدل اللاعبين باش ينسجموا في الخطط تاعو وكذا، خلونا من الهضرة تاعكم، وقت الدعم ندعموهم، قال يا سيدي روحوا جيبوا لنا إحصائية تاع الخصم، قاعدين تهضروا على المنتخب تاعنا، المنتخب تاعنا نعرفوه خلاص، الشعب الجزائري يعرفوا، راكو حصص رياضية، جيبوا لنا الإحصائيات تاع المنتخبات اللي راهم تنافسوا معاهم، وخلوكم من الخرطي والتحليل تاع التبهديل هذايا، هذا واش نقدر نقول لكم في هذا الفيديو خوتي، ما نطولش عليكم، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، سلام.